رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا لها ريسه بكل تفاصيلها، عملنا الشربات بتاعها او السيرب التقيل. لو انا هعمل سيرب تقيل للكنافه، للبقلاوه، للقمه القاضي، لبلح الشام، كل الحاجات دي هي السيرب اللي احنا عملناه ده. تمام، تعالوا بقى مع بعض. اصل انا بعمل لكم الحاجات اللي انتوا بتشوفوها دايما في المحلات. المحلات بتعمل الشربات زي ما بنقول بيحطوا عليه عسل جلوكوز. احنا في الطبيعي في البيت ما بنحطش عسل جلوكوز، لكن العسل الجلوكوز اولا بيديله كثافه، ثانيا بيخليه يقعد معانا فتره اطول نستعمله بعد كده يعني. تمام، هنعمل دلوقتي حاجه كده لذيذه قوي بالتمر والسمسم وعجينه قريبه من السابليه، قريبه من عجينه السابليه. مقاديرنا بسيطة وهنقولها وبعد كده نشوف هنعمل ايه. أول حاجة حاجة اسمها التمرية بالسمسم يا عمت. عندي كيلو إلا ربع من العجوة، كيلو إلا ربع من العجوة الطرية. تمام؟ وعندي كمان عليها معلقتين سمنة، يعني أنا دعكتها بالسمنة. وعندي ديسك من السابلي اللي احنا هنعمله أو العجينة اللي احنا هنعملها عبارة عن 100 جرام من السكر باودر، 200 جرام زبدة، و350 جرام من الدقيق، وبيضه وشويه فانيليا، رشه فانيليا، وكوبايه سمسم او سوداني مجروش. يعني انا لو عندي سوداني خلاص هنحط سوداني، بس هي بالسمسم بتبقى طعمها حلو، عشان كده قلنا كوبايه سمسم. ولو عندي سوداني ممكن نستعمل السوداني بتاعنا المجروش. يلا بينا هناخد الخليط بتاعنا ده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد الزبده الاول. تمام، وعليها السكر الباودر كميه صغيره، يعني زي السابلي بالظبط، علشان خاطر العجوه فيها سكر او التمر بيبقى فيه سكر. السؤال حد هيسال دلوقتي، هل ينفع ان احنا نعملها بتمر طري؟ طبعا، لو انا عندي تمر طري باقي عندي اشيل منه البذره وبعد كده افرمه يبقى ناعم معايا بالشكل ده. تمام، انا حاطط عليه هنا السمنه، فعشان كده شايفينها طريه ازاي، طريه خالص اهي. هقول لكم هنفرد ازاي، انا كل التفاصيل هنعملها مع بعض، بس بعد ما نعمل مع بعض العجينه بتاعتنا دي ونقلب كده مع بعض. هنا زبده وسكر فقط، زبده وسكر فقط، هنحطهم مع بعض لغايه ما يختلطوا زي الفل، وبعد كده هنيجي مع بعض علشان نعمل بقيه المكونات بتاعتي واحده واحده. زود السرعه سنه لغايه ما الزبده والسكر يبقوا خليط واحد، وبعد كده هنضيف عليها الدقيق والبيضة لو احتاجناها، ممكن بياض بيضة بس، ممكن صفار بيضة بس، ممكن بيضة كاملة حسب قوام العجينة، وشوية من الفانيليا عشان يديها تيست كده حلو قوي في الأكل. زود السرعة، لو لاحظنا كده بدأ الزبدة تندمج مع السكر. تمام، بالراحة خالص لغاية ما كله يبقى خليط واحد حلو قوي. جميل كده، نرجع بقى كده بالراحة اهو، نرفع ونجيب الزيادات. يعني ايه نجيب الزيادات؟ يعني ما نخليش فيه كده حتت، علشان لما اجي اساوي او اجي ادخلها الفرن اما تستوي معايا ما يبقاش فيه كتل زبدة، ما يبقاش فيها حتة زبدة مش موجودة. وبعدين هنيجي نضيف الدقيق دفعة واحدة كده وبالراحة خالص. اول ما هنقلبهم مع بعض هيعمل كده حاجة كرامبل. يعني ايه كرامبل؟ يعني جزيئات صغيرة، وبعدين تبدأ تتحد مع بعضها، وبعدين لو لقيتها محتاجة السائل بتاعي اللي هو البيضة هنضيف البيضة، لقيتها مش محتاجة يبقى خلاص، لقيتها محتاجة نص البيضة اللي هو صفار أو بياض هنضيف نص صفار أو بياض. سليم؟ تمام. نزود، ننزل بس كده الحروف دي. لو احنا بنلاحظ كده بيعمل الكرامبل أو اللي هو الجزيئات الصغيرة اللي عاملة زي حبات الرمل أو الكسكسي. جميل. الكسكسي بقى إن شاء الله هنعمله الأسبوع الجاي، وفي نفس الوقت عندنا طبعًا قربنا على العيد، كل سنة وأنتم طيبين، هنعمل وصفة للعيد منه. وصفة من الكسكسي للعيد إن شاء الله. تمام. حلو كده. بصوا بقى الخليط بدأ أهو يتحد مع بعضه، بس زي ما قلنا انا سايبه لما يعمل الكرامبل اللي احنا قلنا عليه ده، اللي هو الجزيئات بتبقى عامله زي حبات الكسكسي كده. هنعمل ايه؟ هبطل وارفع اجيب اللي تحت فوق عشان ما يبقاش في قطع زبده خالص. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان لو في قطعه زبده في العجينه دي اما تخش الفرن هتعمل فجوه، هتسيح الزبده مش هتبقى عجين، فعشان كده لازم الخليط كله يبقى كله مع بعضه كده دايب مع بعضه حاجه واحده. تمام،
نرجع ننزل كده ونشغل. وفي الحاله دي هضيف البيضه بقى اهو كامله، ونضيف عليها كمان شويه الفانيليا، ونستنى عليها دقيقتين. هتبدا شايفين بقى بعكوا كل حاجه طبيعيه، بتبدا العجينه تلم معانا، العجينه تبدا تلم معانا، هتبقى بالشكل ده. فباخدها بعد ما هتلم هقول لكم هعمل فيها ايه. دلوقتي هنجيب خشبه هنا عشان العجينه دي بعد ما بتطلع معانا لازم ترتاح شويه. يا ام مكه، ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. انت عامل ايه يا شيف؟ ازي حضرتك؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم يا ام مكه. تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها يا شيف. تسلمي لي، ربنا يخليك يا رب. انت بجد دكتور الطبخ. الله يكرمك، تسلمي لي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. اشكرك، علمتيني حاجات حلوه كتير والله يا شيف. والله انت فضلك عليا، فضلك عليا كتير قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا ام مكه يا رب، تسلمي لي، ما تحرمش منك انت ابدا. انت سبب ان انا عرفت اعيش في بيت جوزي، وعرفت ان انا اقيم، وعرفت ان انا اعمل اكل كده وابقى ست بيت شاطره. تسلمي طبعا، ده انت استاذه قبل اي حاجه طبعا، لان لو عندك لو ما عندكش القابليه مش هتعرفي. ما اتعلمت كل حاجه يا شيف عملتها في شقتي وبيتك من بعد فضلك انت. ربنا يخليك يا رب ويسعدك دايما كده زي ما بتسعديني بكلامك. وطبعا يا شيف انا مش بجامل، انت حاجه تانية خالص، انا مش عارفه اقول لك ايه. انت الله يخليك، فضلك انت سبب ان انت تخلي كل واحده تعرف تستقام في بيتها. تسلمي، ربنا يخليك يا رب، ده هدفنا والله. يعني احنا البرنامج ده هدفه الاساسي مش تعليم طبخ بس، احنا عايزين الناس تبقى بتستمتع وهي بتعمل الحاجه عشان تبقى مبسوطين. مالكيش سؤال يا ام مكه؟ طيب انت بترضينا وبترضينا وكل حاجه حلوه بتعملها لنا يا رب يخليك، تسعدنا وكل حاجه. تسلمي يا ام مكه، انا اللي بشكرك على اتصالك الجميل وكلامك الرائع. وزي ما بقول لكم دايما احنا هدفنا هنا ان احنا نعمل جو اسري رائع جميل كده علشان خاطر كل الناس اللي معانا تبقى مبسوطه، وكمان نحاول نخلي الاسره يعني تبقى سعيدة على قد ما نقدر يعني إن شاء الله. بشكرك على كلامك يا أم مكة الجميل ده. بصوا بقى أنا بعمل إيه بقى؟ بلم العجينة عشان خاطر ما يبقاش فيها حتت خارجة، يعني ما فيهاش قطع بره الموضوع. بلمها الأول أهي، وبعد كده هشيلها خالص. هعمل إيه بقى؟ نجيب قطعة من ورقة الزبدة، ورقة اللي هو الألمونيوم فيلم البسيط ده، ولازم نشيلها بيه علشان ترتاح شوية معانا اهو. وناخد دي كده ونحط دي كده ونقفلها عليها وندخلها الثلاجة اهي. بصوا بقى اهي، حلو قوي كده، ترتاح، تقعد لها ترتاح قد ايه؟ تقعد لها ترتاح حوالي ساعة، تمام كده اهو. بعد ما بترتاح معانا هناخدها علشان نفردها مع بعض ونقرها لكم دلوقتي. حلو، فردناها مع بعض بالشكل ده، عملنا مستطيل، تمام. ندخلها الفرن تستوي معانا. بعد ما بتستوي بتبقى بالشكل ده. بس قبل ما ندخلها الفرن بنعمل حاجة كده بسيطة عشان ما ترفعش معانا، ان احنا ناخد بشوكة كده نعمل فيها كده فتحات صغيرة كده. ليه بقى؟ علشان ما تجيش من النص ترفع وتبقى تخينة اكتر من اللازم. السمك ده قد ايه يا ام حمزة؟ السمك ده تقريبا نص سنتي. السمك تقريبا نص سنتي. الله، وادي الهريسه، مفيش حاجه من وراكم بنعملها، كله تمام. هنيجي بقى نسقيها بالشربات، نسقيها بالشربات وهي طالعه سخنه والشربات بارد، ونقول بسم الله. لو انتوا سامعين بقى الطشطشه اللي شغاله دي، تمام. ونسيبها تتشربها، وبعد كده نشيلها من ورقه الزبده ونقدمها بالف هنا وشفا. ده الهريسه عاملينها قدامكم دلوقتي ولا لا؟ عملناها قدامكم دلوقتي. يلا بينا نكمل، مين معانا؟ يلا بينا. حلو، دي بقى زي ما قلنا العجينه اللي احنا فردناها بعد ما ارتاحت وفردناها كده مستطيله، دخلها الفرن تقعد لها مثلا حوالي من 10 ل 12 دقيقه، وبتطلع معايا مستويه بالشكل ده يا ام حمزه. تمام تمام يا ام حمزه. الو يا ام حمزه. طيب حاولي تكلمينا تاني يا ام حمزه. تمام، بصوا بقى العجوه عشان انا مسكتها كده بايديا زي ما بنقول مع السمنه، فبدات تبقى طريه كده. بحطها على ورقه زبده، بس قبل ما احط على ورقه الزبده اهو
هنجيب مردانة عشان نفردها. دي طبعا هتفرد قطعة صغيرة. تمام كده اهو، ونقفل. بعد ما قفلنا كده ليه؟ علشان اما اجي اشيلها تطلع معايا سهلة. انا بوريكم كل التفاصيل اهي، كل التفاصيل. هنجيب المردانة بتاعتنا وناخدها عشان نفردها مع بعض اهو. بسم الله. يا استاذة هيام، الو يا هيام. طيب حاولي تكلمينا تاني يا هيام، الخط تقريبا قطع. بصوا بنفرد اهو بسمكة قد ايه؟ 3 مللي 4 مللي، حاجة رفيعة كده. بفضل افرد فيها لغاية ما تتفرد معايا. المهم هتتفرد هتبقى بالشكل ده. تمام. وهاخد دي برضو، خلي محمد يفردها علشان خاطر هنحتاجها احتمال، ليه لا؟ يلا بينا. حلو قوي. بدأ بعد ما فردتها خالص بدأت بتبقى بالشكل ده، شايفينها؟ هي ياسر. تمام. بعمل ايه؟ باجي هنا ارفع الجزء بتاع ورقة الزبدة ده. تمام. وبعدين ناخد القطعة بتاعت العجينة بتاعتنا اللي استوت دي كده ونحطها هنا. حلو. وبعدين نقوم قلبين دي كده عليها وقافلينها. طيب في حتة فاضية هنا عايزين نكملها بالحتة اللي احنا جبناها، مفيش مشكلة خالص، بس بناخدها كده بالراحة اهي، نحاول نسكنها الأول. بس عايز أوريكم شكلها من هنا ومن هنا، بس بعد ما أزود عليها الحتة الفاضية دي. بعد ما بزود الحتة الفاضية بعمل إيه بقى؟ باجي وهي طرية بغرقها من السمسم، تتغرق معايا من السمسم. بس ناخد في زيادات هنا مثلا اهي في العجوة، ناخدها نحطها ما تقلوش. هي طبعا مش كيمياء ولا موضوع صعب، علشان كده انا بقطع الزيادات اهي، باخدها نفردها فين؟ عليها. العجينة بتاعتي مستوية 100% تمام التمام، وكمان عندي العجوة بتاعتي مفرودة صح. بناخدها بالراحة عشان نضيف دي على دي. اهو على بال بس ما اجيب الحته اللي محمد بيفردها واكمل بيها الحته الفاضيه دي. وبعدين هنقوم غرقينها السمسم زي ما قلنا، وناخدها ترتاح في التلاجة شويه. ما بقطعهاش دلوقتي ليه؟ علشان العجينه هشه. لو انا دلوقتي هي كمان طريه قوي، حاجه اقطعها هتتهري معايا. علشان كده انا محضر قطعه مطلعها من التلاجة علشان نشوف هنقطعها ازاي بعد ما نضيف لها السمسم بتاعنا. موضوع سهل ازاي وبسيط ازاي. ادي القطعة بتاعتنا، وبرضو هكمل دي معاكم عشان تشوفوا الطريقة الصح. بنغرقها سمسم زي ما انتم شايفينها. انا مقطع قطعة مستطيلة كده، ممكن اخدها زي ما انتم كده يعني حوالي 2 سنتي بعد كده في كله. هقطعها معاكم دلوقتي بس بعد ما ارفع الخليط ده. تمام. هنا على بال ما تيجي بقى ناخد الجزء الثاني نعمل في السمسم. شكرا يا محمد. حلوه قوي، وحاجه كده جميله تنفع في كل مكان، تنفع افطر بيها الصبح، تنفع وانا قاعد كده بالليل لو جعت كل واحده ولا اتنين. حاجه متغذيه، وكمان اطفالنا ممكن ناكلها لهم، هتبقى حلوه قوي. برفع بالراحه. ليه بقى؟ لان انا لو شديتها كلها قطعه واحده ممكن تتقطع معايا العجوه، بس مش مشكله، انا اخدها بالراحه خالص كده لغايه ما نخلص العمليه بتاعتنا. مش هشيل ورقه الزبده، مش هشيل ورقه الزبده، ممكن احط ورقه سيليكون مكانها بحيث ان انا لما اجي اقطعها تتقطع معايا مظبوطه قبل ما اقدمها. وهنيجي هنا ناخد بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تعملوش حاجه بسرعه عشان تطلع معاكم مظبوطه. اللي خلاها بقى جلست كده ايه؟ السمنه اللي احنا حاطينها. وادي السمسم او السوداني. نغرق ونضغط بايدينا. تمام اهو. الموضوع شفته حلو ازاي؟ طعم السمسم طبعا ما ينفعش سمسم ابيض، لازم يكون السمسم اللي هو المتحمص
طعمه حلو جدا. لو انا عندي سمسم ابيض يا شيف اسر اعمل ايه؟ نحمصه على نار شويه في طاسه كده، نحمصه شويه. انا حبيت بس اضيف لكم كلمه ان لازم يبقى سمسم متحمص زي اللي انتم شايفينه ده، بنفردها نغرقها كده سمسم. عايزين تضيفوا سوداني نضيف سوداني مجروش لو انتم حابين. نوع مكسرات ينفع نوع مكسرات برضو مجروش، ما فيش مشكله خالص. لو لاحظنا بقى هنا اهو اخر حاجه هعملها، هقوم قافل دي عليها كده وضغط بايديا علشان السمسم يمسك في العجوه، ونرجع نرفعها كده تمام. شفتوا كل حاجه قدامكم على الطبيعه، وبعدين هكمل بقطعه العجوه الثانيه الحته الثانيه، وهنقطعها زي ما قلنا تقطيعات كده بالطول بالعرض. هسيب دي بقى تجلس معاها براحتها، ونشيل دي كلها وناخد بس نقطع الشويه اللي باقيين عندنا دول اللي احنا عملناهم من بدري. الموضوع اهو بصوا بقى بتطلع معايا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخدها يا اما ناخدها كده بالطول ونقطعها اصابع طويله، يا اما ناخدها كده قد بعضها. سامعين الخبطه دي؟ يعني معنى كده ان العجينه بتاعتنا او الحشوه بتاعتنا مقرمشه كله قد بعضه كده. الشكل حلو قوي والتست اروع، عشان كده حبينا نعمل لكم حاجه بسيطه. كل الناس بتحب العجوه وبتحب كمان التمر، فلو احنا عندنا شويه تمر وحته زبده وشويه سكر بودر هناخدهم نعمل بيهم الخليط ده، ونرفع كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو تمام. شايفين القطعه عامله ازاي؟ حد هيسالني دلوقتي ممكن نغطسها بالشوكولاته؟ ممكن نغطسها بالشوكولاته، اللي انتوا عايزينه خدوا. احنا مقطعين شويه قبل الهوا اهو، بس مش هغطس بقى الشوكولاته، مش هضيف شوكولاتات عليها كده ولا حاجات من دي، ولكن اهو تمام التمام باي شكل انتوا بتحبوه. واحد اهو تمام. وهناخد دي نحطها هنا في الطبق ده، وهنستاذنكم علشان ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل نوريكم الهريسة بعد ما قطعناها، ونوريكم كمان شكل التمرية الروعة ده بالهنا والشفا. زي ما بقول لكم حاجات بسيطة بمقادير بسيطة، اعتقد ان عندنا ممكن يكون في حاجات من دي متوفرة. ممكن اقطعها مكعبات كده، ممكن اقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين بالهنا والشفا. احلى تمرية ممكن تاكلوها، السمسم لازق فيها ما بينزلش اهو. هستاذنكم اخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع مع بعض، محدش يروح في اي مكان، لان الجديد الممتع التعليمي مش هتلاقوه غير هنا بس مع يسري في مطبخ الحياه بعد الفاصل.